هذا فيصل وزوجته ندى ومولودهم اللي لسه ما جاء، رايقين وعايشين في سبات ونبات، والبيبي الجديد صار محور كل حياتهم. فيصل طيب ويحب ندى كثير وما يرفض لها طلب. اهلين حبيبي. الو ابو بطيخ، نفسي فيه بطيخ ياباني. بطيخ ياباني؟ طيب طيب. وبالنسبة لندى هذا حملها الأول، يعني هاتك وحام وطلبات ما تنتهي. اي خالد. هلا فيصل. ارسل الشحن على ايطاليا. اي اهلين حبيبتي. الو هلا. بابا زبادي يوناني. زبادي يوناني؟ يوناني. طيب طيب زبادي يوناني. ارسل الزبادي على ايطاليا. ايش ايطالي؟ ارسل الشحن على ايطاليا. طيب اوكي يوناني. الموضوع صار فوق طاقة فيصل، ضغط شغل، طلبات، ملفات ومواعيد، وكمان اتصلت. مر نفسي بشوكولاتة بالنعناع. حليب اللوز كمان. بس عادي، فيصل حصل تطبيق الدانوب الآن. حمل تطبيق الدانوب وقم بشراء طلباتك من خلال خدمة التوصيل أو الاستلام بالتوقيت اللي يناسبك. وأخيراً صار عنده الوقت اللي استناه من زمان. تقريباً اللي استناه.